لو الحكاية فيها إن فيتو كانت قصيرة بصراحة، وأعتقد يعني خدنا رمز، مش رمز من الرموز، ده واحد من صناع التاريخ وصناع شعبية نادي الزمالك. الخبر كان قاسي، أعتقد فقدنا قيمة كبيرة، فقدنا شخص كان وردة من ورد نادي الزمالك. وبعدين مش للزمالك بس، ده لمصر كلها. صدقني انتوا هتشوفوا النهارده حمادة إمام ازاي محبوب، محبوب للناس كلها. حمادة إمام كان شخصية جميلة فريدة. مين زعل من حمادة إمام؟ مين كابتن حمادة إمام زعله إلا لما تاني يوم قال له معلش وما تزعلش؟ يعني قلبنا مع نادي الزمالك، قلبنا مع كل أسرة نادي الزمالك، وقلبنا مع أهله ومعانا. يعني أعتقد الموضوع صعب قوي. كابتن حمادة إمام يعز على الكل، وكان شخصية. أول سنة هو اللي يعيد عليها السنة، طول عمري أنا اللي بعيد عليها. أول سنة هو اللي كلمني السنة أنت اتأخرت ليه؟ أنا بقى كل سنة وانت طيب وسنة جديدة عليك سعيدة. قلت له انت عامل ايه؟ قال انا تعبان شوية والجو تعبني. ان شاء الله خير، بقاء لله والبقاء لكل يعني الرياضيين.